السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن حال. غادي نشارك معكم ثلاثة ديال الوصفات: بيتزا بالصلصة البيضاء، وبريوش محشي بالجبن رائع جدا، وغريبة بالكوك محمر وشوكولا فيغميسيل من أروع ما يكون. مكونات: عجين البريوش السائل، ملعقتان من سكر سنيدة، سكر فانيلا، ملعقة صغيرة مملوءة من خميرة الخبز، 7 غرام من خميرة الحلويات، القليل من الملح، وعندي بيضة كاملة زائد بياض بيضة، ونص كاس ديال زيت النباتي، وكأس من الحليب السائل كيكون دافي، و250 غرام ديال الطحين اللي هي رابعة. غادي تلقاو مقادير مكتوبة في صندوق الوصف. طريقة جد سهلة: كناخد سكر سنيدة مع سكر فانيلا وخميرة الخبز، وكنضيف عليهم الحليب الدافئ كأس ما يعادل 150 مليلتر، وغادي نخلطهم بالطراب اليدوي حتى كتفاعل وكتنسجم هاد العناصر كلها مع بعض. طريقة جد سهلة، وصفة ناجحة. بريوش بعجين سائل محشي بالجبن كيجي رائع رائع بمعنى الكلمة، وصفة ديالو ناجحة. كنضيف نص كاس ديال زيت النباتي، دائما القياس بكأس شاي العنبة. كنضيف باقي المكونات اللي ذكرت معكم. عندي هنا الملح اللي كتبقى بحسب الذوق، كتصحح لنا المذاق، وبيضة كاملة زائد بياض بيضة. الصفار غادي نخليه للتزيين. ضفت بيضة زائد البياض ديال البيضة الثانية، وكنخلط هاد العناصر حتى كتندمج كلها مع بعضها. كنضيف الطحين اللي كيكون مغربل بطبيعة الحال، مع كيس من خميرة الحلويات. كيكون القوام ديال العجين سائل، ماشي عجين متماسك، وانما كيكون عجين سائل. مقادير مضبوطة: 7 غرام من خميرة الحلويات، وكنخلط الكل جيدا بواسطة الطراب اليدوي. شاركت معكم هذا الفيديو، فيه وصفات سهلة سريعة وناجحة 100%. هذا هو القوام المحصل عليه، كيكون الخليط هكا خفيف، ضروري ما تخلطو ما كتبقاش كريات ديال الطحين. كناخد مول قياس 24 سنتيم مدهون بالزبدة، وكترشوه بالطحين، وكنفرغ الخليط. بالنسبة للخليط ما خليتوش خمر، غادي نخليه يخمر في القالب ديالو. الفيديو غادي تمشيو معايا بالمراحل مرحلة بمرحلة. كنوزع العجين على القالب كامل حتى كيكون عندي شكل اللي كيكون مستوي. هو الوقت اللي كيخمر كيزيد كيتقال وكياخد الحجم ديال القالب كامل. خديت هذاك صفار بيضة، ضفت ليه شوية ديال الحليب السائل وخفقتهم مزيان، وغادي ندهنوه. هو مازال مخمرش، كندهن مزيان الوجه ديالو. اللي ما بغاتش تستعمل البيض في الوجه، ممكن تاخدو ملعقة كبيرة ديال الزبدة خاصة بالأكل، وكتذوبوها وكتدهنو بها العجين من الوجه ديالو. غير الوقت اللي غادي تدهنوها تكون باردة ماشي سخونة، ودهنوها بحال هكا بحال البيض. غادي نغلفو بالفيلم أليمونتير ونخليه كيختمر لمدة فاش غادي نحضر العجين ديال البيتزا. مكونات عجين البيتزا: عندي 200 غرام ديال الطحين، 100 غرام من دقيق الفينو، الزعتر اللي كيكون جاف، ملعقة صغيرة من سكر السنيدة، الملح اللي كتبقى بحسب الذوق، ملعقة صغيرة مملوءة من خميرة الخبز وكتبقى بحسب الجو. مكونات العجين او الطحين: عندي 300 غرام في المجموع، وكيكون عندي واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، ما غاديش نضيفه كامل، والماء دافي. هنا عبرت لكم بالكاس. هاد المقادير كتاخد تقريبا كاس وربع ديال الماء، خاصها تكون خفيفة. لاحظوا معايا العجينة ديالها كيفاش غادي تكون، عجينة ناجحة 100%. كنبقى كنضيف الماء دافي. هنا خديت واحد ربع كاس ديال الماء، وكنبقى نضيف شوية بشوية. خاص العجينة تكون هكا شوية خفيفة. مازال غادي نضيف لها زيت الزيتون في المرحلة الأخيرة. هاد العجين شاركته معكم في شهيوات رمضان، وبزاف منكم اللي جربتوها وبغيت نعاود نشاركها معكم بطريقة أخرى بالصلصة البيضاء. هذاك الماء اللي بقى ليا غادي نحيدو. هنا كيكون عندي زيت الزيتون، هو الكمية ديال هاد 300 غرام ديال الطحين، غادي تضيفو لها ملعقتان كبيرتان ديال زيت الزيتون. كتبقاو تضيفوا الزيت العود، وانتم كتدخلوا العجينه ما كتبقاش كتلصق نهائيا. هذا هو القوام المحصل عليه، كتكون عجينه اللي خفيفه. لاحظوا راها خفيفه بزاف. ممكن هذا العجين تخرجوا منه جوج ديال البيتزات من الحجم المتوسط. ضروري ما نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها كتختمر. لاحظوا زيت الزيتون اللي بقى ليا، يعني خدمت بملعقتان كبيرتين.
غادي نخليها تختمر ونمروا باش نحضروا الغريبه. عندي 125 غرام ديال الزبده ديال العلبه فقط، كاس ديال السكر السنيده، من الافضل خذوا سنيده اللي تكون رقيقه ماشي غليظه، وعندي شويه ديال الملحه باش كنصحوا الذوق واخا تكون عندنا حاجه حلوه، وكيس ديال السكر فانيلا. بالنسبه للنكهه غادي ننكهها بالبراليني، ماشي ضروري في الوصفه، عندكم ديروه، ما عندكمش ما ديروش، اكتفيوا بسكر فانيلا والمذاق ديال الكوك محمر. غادي نضيف واحد ربع ملعقه صغيره من النكهه ديال البراليني، وغادي نخدم العناصر باليد ديالي بطريقه المعتاده ديال الغريبه. غير ضروري الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، والسكر سنيده تكون النوعيه ديالها رقيقه. كتخدموا مزيان بهذه المراحل، انا ما وضعتش لكم المقادير كامله، غادي نمشي معكم بالتدريج. بالنسبه للبريوش خليته يخمر، عجين بيتزا كذلك كيخمر، ومريت باش نحضر الغريبه. يعني في نفس الوقت حضرت معكم ثلاثه ديال الوصفات، بزاف منكم طلبتوا بحال هاد الفيديوهات. كنتمنى انكم تشجعوني توضعوا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الناس. كنضيف جوج ديال البيضات كاملين وكنخلط مزيان، وانا كنخدم باليد ديالي. عاد غادي نضيف ليها نص كاس ديال الزيت النباتي، الا كنتو مستعملين زبده حيوانيه خاصه بالاكل ضيفوا غير ربع كاس ديال الزيت فقط. هنا زبده ديال العلبه، يعني عطيتكم وصفات اللي هي اقتصاديه جدا. كنضيف نص كاس ديال الزيت وكنخلط كلشي مزيان، كنخدم بالطريقه المعروفه كما كتلاحظوا. عاد كنضيف الكوك، كاس الا ربع ديال الكوك محمر. كتحمروا الكوك واحد الكميه في واحد الطنجره اللي تكون ثقيله ولا مقلاه ثقيله على نار هادئه جدا مع التحريك المتواصل. حمرتو وما طحنتوش، خديت هذاك الكوك نوعيه جيده، راه كيكون رقيق ماشي حرش بزاف، حتى خدا واحد اللون ذهبي، وضفتو كما لاحظتوا كاس الا ربع ديال الكوك. وكنضيف الطحين اللي كيكون مغربل مع 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، كيس واحد. بالنسبه للكميه ديال الطحين في هذه 125 غرام ديال الزبده كتاخذ في حدود 350 غرام. ضروري ومؤكد خص العجينه تكون خفيفه ورطبه ماشي قاسحه، حيت فيها الكوك كيتشرب. ردوا البال من هذه المساله، هذه راه ديما كنذكرها معكم في الحلويات اللي كيكون فيها الكوك. كنخدمها بهذه الطريقه، الا عجنتوها او خدمتوها بطريقه غير صحيحه راه كتلق الزيت، يعني خدموها بحال هذه الطريقه ما كيكونش فيها الزيت نهائيا. الوقت اللي غادي تشكلوها انتما غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها. كنبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هنا عندي كاس صغير ديال الشوكولا ديال فيرميسيل، كنوضعو في المجمد. ضروري ما ديروه في المجمد واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، وتخليوه في المرحله الاخيره، عاد كتضيفوه للخليط ديال الغريبه باش ما كيطلقش اللون ديالو الاسود، وكيبقى في القوام والشكل ديالو. لاحظوا كيبقى كما هو. صافي هنا غادي نوقف من اضافه الطحين. كناخذ كويرات، من الافضل يكون حجم ديالها متوسط، بحاجه الابيض البيض اللي غنضيف ليه واحد القطيره ديال الروح ديال الزهر ولا ما الزهر، غير باش كيحيد داك الزفوره ديال ابيض البيض. وعندي رقائق اللوز اللي ممكن تعوضوهم برقائق ديال الكاوكاو، يعني الحاجه اللي كتناسبكم ديروها، ولكن صدقوني كتجي واحد الغريبه مقرمشه وهشيشه لذيذه بزاف بحال المذاق ديال الكوكيز، المذاق ديالها رائع. كنوضع الكويرات بشكل متباعد في طاوله اللي فيها ورق سلفيغيزي حتى نكمل الكميه ديالي كامله، وغادي نخليها جانبا بما غادي نطيب البريوش. هانتوما البريوش بعد ما اختمر، يعني الفتره فاش حضرت العجين ديال البيتزا وكذلك الغريبه، ها العجين ديالي اختمر يعني في حدود 25 دقيقه تقريبا. كناخذ قطع ديال الجبن مثلث كنقسمهم بهذا الشكل هذا، ونوضعهم في القالب وندخلو الفران اللي كيكون متوسط درجه الحراره، النار من اسفل فقط، فرن الغاز بطبيعه الحال، عندي بمروحه النار من اسفل. غادي نخليه كيطيب حتى كيقرب يطيب، عاد غادي ندخل البيتزا بما سخن ليا الفران مزيان. كناخذ هنا دقيق الفينو ولا السميده الرقيقه، ونخرج منها الهواء ونشكلها ونبسطها نرققها مزيان. كما ذكرت معكم في الاول ممكن تقسموها لقسمين متساويين، يعني يعطيكم حجم متوسط. مره مره قلبوها ما تكونش لاصقه في سطح العمل. ممكن ديروا ايضا الورق ديال السلفيغيزي تحطوه وتبسطوها فيه مباشره، عاد تحطوها في الطاوه. لاحظوا العجينه كتمشي بكل سهوله، عجينه ناجحه مليون في المئه. حاولت نعطيكم تفاصيل اللي كثيره واخا بسيطه، راه كاين اخوات مبتدئات كيحتاجوا لهاد النصائح. كنثقبها مزيان
وغادي ندخلها الفران كطيب الوقت اللي كيطيب ليا البريوش، يعني قرب انه يطيب بصفة نهائية. طيبتها نص طياب، وعندي هنا الصلصة البيضاء، انا غادي نذكر لكم اشنو فيها. فيها ملعقتان ديال الزبدة مع ملعقتان ديال الطحين، كنديرهم فوق النار حتى كيدوبوا وكينسجموا مع التحريك المتواصل. كنضيف لهم كاس ديال الحليب ديال العنبة زائد ربع كاس وربع ديال الحليب، ممكن ديروا غير كاس واحد، وكتستمروا في التحريك ديالها حتى تقرب انها تعقد. كتضيفوا لها قطعتين ديال الجبن مثلث او جبن مربع او جبن خاص بالدهن، من الافضل ديروا جبن خاص بالدهن، اي ماركه كتفضلوها، وحركوا وطفيوها وخليوها. هذا هو القوام ديالها، كتجي كريميه، كتجي لذيذه اكثر. كتنسموها بالملحه والابزار. درت طبقه ديال الصلصه البيضاء وطبقه ديال الفرماج احمر محكوك، واستعملت علبتين ديال الطون مصفى من الزيت اللي ممكن تعوضوه بزيتون اسود او اخضر او قطع ديال الدجاج اللي كيكون مشحر في الملحه والابزار وشويه ديال زيت العود، وغادي ندخلها تكمل الطياب ديالها. كذلك دخلت الغريبه طابت، بعد ما طابوا ليا البريوش والبيتزا، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كتجي بيتزا ولا اروع، خطيره في المذاق، خفيفه، وخا تبان لكم انها كتبان غليظه ولكن راها رقيقه، كتجي ممتازه. رقوها نتوما قدر المستطاع ديالكم، ديروا طاوه اكبر من هذه او قسموها بشكل فردي حسب الرغبه ديالكم. هذا هو الشكل ديال البريوش وكذلك الغريبه اللي كتعطيني 32 قطعه، يعني 125 غرام ديال الزبده عطاتني 32 قطعه. وهذا هو الشكل ديال البيتزا، كتجي ولا اروع، محمره ولذيذه، المذاق ديالها خطير. وكذلك البريوش محشي بالجبن، كيجي الجبن لداخل كيعطي واحد لوغو ديالو رائع. زينتو بالعسل، دهنتو بالعسل في الوجه ديالو، وزينتو برقائق اللوز محمره. وهذه هي الاشكال النهائيه، وبالصحه والراحه. كانت معكم رايحه.